بس بصراحة يجب أن نقف عند التكرار. يعني محمد وقال إن كان في مشاكل، آدي مروان وقبلها مصطفى عسل برضو كان بيقول إن في مشاكل، أمينة اسمها أمينة أظن مش كده، أمينة وكان في مشاكل. يعني تكرار المشكلات يطرح علامات الاستفهام يا أستاذ عاصم. والله بصي، انا ما بحبش اطلع ادافع عن نفسي ولا دافع عن انا رئيسه، ولكن احنا يعني احنا لينا اعداء كتير نتيجه تربعنا العالمي. يعني احنا مش احنا خلي بالك، يعني ده موضوع بيثير نقد وحقد دول كثيره جدا، ان احنا ايه مصر بتاخد كل البطولات، ايه مصر بتاخد عندها الناشئين دول، مصر ايه مصر ايه مصر. يعني الموضوع ده مش عايزك ايوه بس لما ده شيء على فكره، الهيدج هانتنج ده معروف في العالم كله، الناس بتخطف اللعيبه من كل مكان. على لكن انا لما يبقى عندي يعني كنز اسمه الاسكواش ولعيبه هم كنز، ما انا احاول احافظ عليهم. يعني قولي مثلا مروان هنا كان بيعمل كام مثلا، ولما هيروح انجلترا الفرق المادي هيبقى قد ايه؟ لا، هو بيتكلم على انه عايز يأمن مستقبله، وهو خلاص الكيرم بتاعه نازل، وهو فاضل له مثلا سنتين او سنتين ونص يكمل، فهو حاسس ان هو عايز يطلع يبطل يلاقي حاجه، يلاقي شغلانه، يلاقي عمل يعني يشغله. حضرتك يعني الموضوع برضو ايه بيتكلم، طب ما هو ده شعور انساني طبيعي برضو يا استاذ عاصم، يعني ان هو احنا ما بنوفرش ده للاعيبتنا، يعني ان هو لما يعتزل مش هيلاقي حاجه يعملها. عشان كده محمد عمل كده عشان ممكن يكون مدرب بعد كده، ومروان بيعمل كده عشان يلاقي سبورت في باقي حياته. ده بيخرج وعنده ايه 32 33 سنه. عندنا ناس كتيره. بص حضرتك، الموجه دي حصلت من 30 سنه، كان كل الناس اللي بتلعب سكواش سافرت ورجعت وما كانتش عندها قصه التجنيس ده في الجدول بتاعها. فالزمن بيتطور وبيحصل له حاجات كتيره، لكن احنا برضو الاحترافيه عندنا في السكواش غير الكوره. يعني الكوره الموضوع ان مثلا النادي الاهلي بيبعت اثنين لعيبه يلعبوا في قطر عشان يامنوا مستقبلهم ويرجعوا تاني النادي الاهلي، انما عندنا في السكواش الموضوع مش كده، الموضوع مختلف تماما. فلازم برضو حضرتك اصول المشكله تتفهم، انه الراجل ده رايح يحترف ونتيجه ان هو عايز يكمل حياته في انجلترا، هو عايز يعيش في انجلترا، مش هو يرفض اي بلد تانية غير ان هو يعيش الا في انجلترا. فالقصه مش احنا مش داخلين فيها كاتحاد ان احنا يعني لازم نبان مقصرين عشان هو مشي، لا هو ما حصلش كده. هو الولد بيقول لي نفسه، انتوا وقفتوا جنبي وعملتوا لي كل حاجه، بس انا ده قراري، انا عايز كده.